حلوي حلوي بيروت. برحب بكل المشاهدين اللي انضموا لنا لمتابعة حلقة اليوم من حلوي بيروت، وان شاء الله يكونوا ببيوتهم وما يفاجئهم الشتاء ويعلقوا بعجقة السير. وبهالفقرة رح نستقبل الارت دايركتور اند الستريتر رولا غطمي. حلوي حلوي بيروت، اهلا وسهلا فيك رولا غطمي بحلوي بيروت. حضرتك درست الجرافيك ديزاين واشتغلتي بمجال الاعلانات، كنت موجوده بدبي وانتقلتي بجون 2010 على لبنان. اول شيء خبريني وين في عجقة سير اكثر، ببيروت او بدبي؟ اكيد ببيروت، ببيروت اكثر. ايه مزبوط، الواحد ليسوق بلبنان لازم يرجع يطور سكيلز تبعوله بالسواقه. وين الشغل اسهل او احلى؟ كثير مختلف الشغل بين هون وهونيك، يعني مجال الاعلان وين ما تسافري بضل تقريبا في اشياء مشتركه بيناتهم، بس نطاق الكلاينت وطريقه الشغل مختلفه، حتى الستركتور بقلب الشركه بتاثر على طريقه الشغل. رولا اخذت جوائز كثيره بشغلك بالاعلانات، يا ريت بتخبرينا شوي عن هالجوائز. لما كنت بدبي ربحت اول جائزه لإلي بدبي لينكس. نعم. اللي هو بارتي من كان فيلم ادفرتايزنج فيستيفال، وانعمل للريجن تبع الميدل ايست اند ذا جولف، ووقتها كانت اول جائزه ربحتها على هالكامبين اللي هلا عم تقطع اللي هي انفايرمنتال كامبين. اوكي. لحتى العالم ما بقى يكبوا بالبحر. هيدي اخذت ضجه كثير وكانت اول جائزه. بعدين رجعت ربحت على بانديد كمان جائزة بالافيز اللي هي انه للافيشنسي فور ماركتينج. نعم. وربحت بالمينا كريستال كمان جائزة على الانفايرمنتال كامبين نفسها، وفي نومينيشنز كمان قطعوا، وشاركت كمان باليونج لاينز كومبيتيشن اللي هي مثل اذا بدك التالنتس اللي عم بيطلعوا بيشاركوا بكومبيتيشن انترناسيونال وبيقدموا افكار بنهار واحد، بيوصلنا البريف بنهار لازم نرجع نقدم افكار. يعني افكارك عم تقدر توصل البرودكت بطريقه جيده، وهيدا دليل انك عم تاخذي جوائز كثيره. رولا بعدك بمجال الاعلانات عم تشتغلي؟ ايه نعم. ببيروت شغلك ببيروت عم تحسي انه عم بيأثر مثل ما اثر برا بالبرودكتس اللي قدمتيهم؟ يعني عم تقدري تفرجي روحك تفكيرك، عم تقدري توصلي الفكره؟ يعني ان شاء الله ما فيني اجاوبك 100%، بس هيدا اذا بدك الهدف تبعنا انا وغيري. يعني طبعا دائما وقت اشتغل مع كلاينت او بحب اشتغل لان جي اوز اشياء فور تشاريتي، لانه بحس انه عم ساعد اكثر. يعني بحب اخذ شغلي كمان واستفيد انه ساعد قد ما فيني بالقضايا ذات اي ورث. اي نعم. وبتشتغلي كمان ديزاينز، كيف مزلوط. بيتم التواصل معك؟ في ناس بتطلبك وبتطلب اشياء معينه منك؟ هلا انا بالنسبه لشغلي بالشركه بيجي كله اعلانات، وبجرب فوت فيه لان انا عندي اي الستريت كمان، يعني برسم كنت من انا وصغيره وعندي هذا التالنت، فبجرب دائما نوفق بين اثنين، انه استعمل ماي ديزاين سكيلز اند الستريشن ان ادفرتايزنج، لانه ساعتها بنبسط يعني، وكمان بذات الوقت اذا البرودكت بيحمل بيكون منيح اذا بنقدر ندخل. يعني هلا عم نشوف فستان نحن هيك مهضوم، هذا الوجه شفناه كذا مره قطع بالصور. مزبوط. شو قصه هالفستان؟ ماشي، كنت عامله سيريز اسمها بيضة سيريز بالالستريشن، هيدي انا بوقت الفراغ، فكنت رسمتها وبلشوا العالم يشوفوها على البلوك تبعي ويسالوني عنها ويطلبوا انه بدنا منها اكثر، انه على تي شيرتس وهيك، فبلشت انه جرب، فعملت فيو ايتمز كانوا كميه كثير ليمتد. مثل شو؟ تي شيرتين؟ عملت تي شيرتس وفساتين مثل الفستان اللي قطع، سمبل يعني، بس عليهم هول الكاركترز، واعطيتهم بس لاصدقائي، يعني ما وسعت كثير للاسف لانه ما عندي وقت كثير لهالشيء. وبتعتبريها من اهم الشخصيات يمكن اللي ابتكرتيها، ولا في شخصيات اخرى كمان بتحبي نحكي عنها؟ هلا هي مش من اهمها، بس بالاحرى اكثر شيء انسال عنهم العالم، يعني كثير بعثوا لي كومنتس على هول السيريز، يمكن لانه سمبل ومهضومين بذات الوقت، انه منا كثير ديتايي او مفزك، اتس فيري سمبل. بس في يعني بالرسم في اشياء بديك بتجي كاركتر وايز، وفي اشياء بتجي الى بوغي اكثر فيها شغل اكثر وديتيلز.
بتحسي حالك يعني انا هاي كاركتر البيضه حسيته شوي قريب هيك من عالم الطفوله، بتهتمي بعالم الطفل بالطفوله يعني قلتي لي بالقصص الانسانيه والتشاريتي كثير بتحبي بتحسي حالك انه بتعطي من حالك بالولاد. انا كيف بنظر للطفل هو انه كلنا اطفال، يعني بحس انه الانسان ما لازم يخسر الطفل اللي بداخله لانه هذا اللي بيعبر عن البراءه والكرياتيفيتي. انا بعتبرها انه بتجي انسبايرد من الاطفال، وكمان نحن وقت نرجع للطفل اللي فينا بنقدر نعطي اكثر لانه بيجي باكثر بختي ممكن. وهيدي تاكسي البلد تاكسي البلد هو فيلم هلا لبناني عم بيطلع جديد، وهلا كلياتنا طبعا مهتمين بالتالنتس اللي عم بيطلعوا من بلدنا، فعملته بارت من لحدا من اصدقائي يعني، وحبيت اني شارك بالمشروع بس هيك انه كدعم 100% كدعم مساعده لهم. يعني بالرغم من انشغالاتك بتهتمي بالاصدقاء وبالقصص الانسانيه وهيك. جرب. سؤالي الاخير شو طموحك؟ طموحي انه اوصل لمحل يكون بقدر اثر بشغلي اكثر بعد، يعني اوصل لمحل يكون وذر بالاعلان او بالديزاين في طابع فعال بالمجتمع. ان شاء الله خير، وبدي اتمنى لك كل التوفيق رولا غطمي. يعني انت ولدتي بال 82، امك وبيك كانوا تحت القصف حتى وقفوكي على المستشفى، ان شاء الله عودتك على لبنان ما تواجه اي قصف ولا متفجرات شو ما كان، وتقدري تبدعي لانه الفنان بحاجه لرواق لجو محيط فيه يقدر يخليه يطلع الابتكار اللي موجود فيه، فبدي اتمنى لك كل التوفيق وبنرجع بننتقل مره جديده عند اليس.